التسليم لله ألا تتغير على الله. تعس عبد النعمة الذي إذا ابتلي ضجر. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نافعه، لبئس المولى ولبئس العشير. الله الله على كلام ربنا. شوف، من الناس من يعبد الله على حرف، هو يعني راضي بالعافية. إذا ابتلي بمصيبة، إذا ابتلي ببلاء، يكفر ويسأل ربنا ليه يا رب وأنا عملت إيه. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. ليه؟ لأن لما يبتلى بفتنة ويضجر ويسخط، خسر دنيا وآخرة. لأن سخطه ده مش هينفعه، ولا هيرفع عنه البلاء، ولا هيصلح له المصيبة، خسر دنيا. وسخط الله عليه وغضب وأدخله النار، خسر آخرة. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، يعني بيشبط في الأسباب، يحاول يدفع الفتنة بتعلق قلبه بأسباب مش هتنفعه. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. ده كلام ربنا، الآيات العظيمة دي. الشاهد هنا إيه؟ أن تقيم نفسك على التفويض، التسليم. إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت.